استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم مع السيد نهاد المشنوق وزير الداخلية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بمعالي وزير الداخلية اللبناني مشيدا بقوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرص الجانبين على مواصلة الجهود الرامية لتطوير العمل المشترك والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين من جانبه نقل معالي وزير الداخليه اللبناني تحيات دوله السيد تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني وتمنياته لمملكه البحرين بمزيد من التقدم والاستقرار. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مختلف اوجه التعاون بين البلدين الشقيقين بالاضافه الى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.